وأول سؤال عندنا النهاردة الأستاذ فاروق من الدقهلية. أستاذ فاروق، ايوه يا باشا، أهلا وسهلا أستاذ فاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ فاروق؟ اتفضل. أنا من زمان نفسي أسمع صوتك مني. الله يعز حضرتك يا أستاذ فاروق. دلوقتي أنا لما ظلمت كتير قوي قوي، وكنت صاحب ورشة ألمونيا في ميت غمر. وبعدين ايه اللي حصل؟ ربنا يرفع عنك. اللي حصل في ناس كلتني نقدية وفي ناس كلتني فضاعة. طيب. فاللي مؤاخذة، في ناس عندي مبلغ كبير بره عند الناس وعاوزين يدينوا حق، بمعنى ان انا ما كتبتش عليهم ورق، في ناس كتبت عليها ورق وما خدتش حق، وفي ناس ما كتبتش ورق وما خدتش حق. الحل ايه دلوقتي في الناس اللي هي عندها الفلوس دي؟ اذا مدينا للفلوس هيبقى فيها دم بيننا وبينهم. طيب انا بتقول ايه؟ لو ايه؟ لو هم لما اخذوا بنطلب الفلوس ونشتكيهم يبقى في دم، انا مش عاوز الدم دي يحصل. خناقه وقله ادب وكلمه ما بحبش. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لما انت تطالب بحقك وتشتكي؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا هيحصل حاجه، هيحصل ان انت تحصل على حقك. والله ما حد عاوز يديني حق. طب انا هكلمك يا حاج فاروق. بص يا حاج فاروق، اول حاجه لازم نكلم الناس. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في القضاء في الخصومات اني بيتكلم عن ان حق الناس، فحق الناس اللي بياخده ده بياخد قطع من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الخصومه، فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له حق قطعه من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لربما يكون بعضكم الحن بحجتي من ايه؟ من أخيه، فأعطيه حق أخيه، فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فاللي حاصل دلوقتي وببساطة، الناس اللي واخدة فلوس الحاج فاروق وما بترجعلهوش وبتعيشه في هذا الوجع، كل ساعة بتمر عليه بوجعه وبضيقه كل ما النار بتلتهب عليه. ولذلك حضرة النبي قال فليأخذه وليدعه. طب اللي بياكل أموال الناس بالباطل إنما يأكلون في بطونهم نار. فلذلك أنت لازم تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أكثر الحاجات اللي بتنزع البركة في حياة الناس، مش بتنزع البركة من المال، تنزع البركة من الحياة، أكل أموال الناس بالباطل. فالناس اللي واكلة أموال الناس بالباطل دي تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها، لأن أكتر حاجة بتؤذي الإنسان وتضيع حياته وتربك حياته وأكل أموال الناس بالباطل، من أكتر الأشياء. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكأني عدم طيب المطعم بيخلي الإنسان يدخل في حواجز وموانع من رؤية نعم الله ومن العيش في نعم الله سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، أنا معرفش خالص إن الواحد يتهاون في طلب حقه. لا، اطلب حقك. حتى لو إنك أنت هتشتكي وترفع قضايا، اطلب حقك. لأن ليس معنى إن أنت ما أخدتش ورق إن أنت مش صاحب حق. لا، لو إنك أنت ما أخدتش ورق استئمانا للناس دي ثم هم خانوا هذه الأمانة، لا، اطلب وحاول أن تأخذ إلى حقك بالسند القانوني وبما أتاحه الله لك من سبب، وهو أن أنت ترفع عليه قضية حتى تصل إلى حقك، ودوت ليس عيب وليس فيه مشكلة.